وطبعا النهارده لجنه المسابقات خدت قرار بتاجيل مباراه يوم 28 مارس مع نادي بيراميدز لما بعد يوم 30 مارس ومباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك. اخيرا حاجه عايز اتكلم فيها، طبعا انا مش هتكلم في البذاءات اللي بتتقال والكلام اللي بيتقال ده، زي ما قلت لكم الكابتن خطيب اول امبارح قال ان هو في وسط كلامه كده قال ان احنا دايما كنادي اهلي لما بنيجي نتكلم ما لما بنيجي نرد على حد او لما بنيجي ناخد قراراتنا لا نتدنى لهذا المستوى من التعليقات. فعشان كده البعبعه والفقاعات الهواء اللي طالعه دي، عارفين فقاعات الهواء دي؟ يعني انا كان نفسي يبقى معايا البتاع اللي بيعملوه بتاع البلالين ده، يطلع كده فقاعه هواء تقوم جاي عاملها بدبوس صغير كده تلاقيها فرقعت اي كلام، او بتفرقع لوحدها اي كلام بيتقال، اي كلام، كلمة من هنا وكلمة من الشرق وكلمة من الغرب وكلمة من فوق وكلمة من تحت، أي كلام بتقوله خلاص. بمناسبة بس آخر حاجة، هي أعراض الناس لعبة. وأول امبارح أو امبارح بعد المباراة قال لك الحكم الخامس اللي حكم مباراة النادي الأهلي أو اللي لغى اللعبة اللي دخلت جون في النادي الأهلي، قال لك الحكم ده بيشتغل في أكاديمية النادي الأهلي في المنوفية، واحنا ما عندناش اكاديميه في المنوفيه اساسا. هي الاكاديميه اللي هو بيشتغل فيها اكاديميه خاصه مش عارف اسمها ايه كده كده الاهلاويه. هو مين اللي بيثير الفتن دي يا جماعه؟ هي اثاره الفتن دي شيء بسيط وطبيعي وعادي جدا واحنا داخلين على بطوله امم افريقيا؟ هي ليه كده؟ ليه الناس بتعمل كده؟ سؤال، انا بوجه سؤال، هي ليه الناس بتعمل كده؟ لماذا يتم اثاره الفتن الان؟ دلوقتي تطلع حاجه زي دي وتقول حاجه زي دي، لان كميه مواقع كاتبه وكميه حاجات كاتبه الحكم الخامس ده كذا 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 كذا، فجاه كده الدنيا اتقلبت. وانا كنت مع اتحاد كره القدم ان لو الحكم ده بالفعل كان شغال في اكاديميه تخص النادي الاهلي كان يجب شطبه، ولكن يجب شطب كل الحكام بقى اللي بتلعب في ام بي واللي شغاله في ام بي وشغاله في البترول وبتحكم لام بي وبتحكم لبتروجيت واللي شغال هنا وشغال هنا وبيحكم. ما هو انت تطبقها على الكل يا ما تطبقهاش خالص. لماذا اثاره الفتن في الوقت ده؟ نفسي افهم. نفسي افهم ليه؟ كل واحد من حقه يبص على او ان هو يشوف مصلحه ناديه فين ويعمل عليها. لكن في نفس الوقت ايه ده؟ هو في ايه يا جماعه؟ هو في ايه؟ الناس كلها عايزه تعمل هجمه على النادي الاهلي مش هتعرفه؟ والله ما هتعرفه. وحياه ربنا ما هتعرفه. النادي الاهلي كبير بجمهوره، النادي الاهلي كبير بمجلس ادارته، النادي الاهلي كبير باي مجلس اداره، خدوا بالكم بالمناسبه يعني. النادي الاهلي كبير باسمه. كبير بجمهوره وكبير باسمه وكبير بمجلس ادارته وكبير بلاعيبته اللي متواجدين. والنادي الاهلي بالمناسبه برضه اجيال بتسلم بعض، مفيش حد في الدنيا دي هو اللي مسؤول عن النادي الاهلي، لا اجيال متعاقبه، مجالس ادارات متعاقبه، عارفه هي بتعمل ايه كويس جدا. اجيال بتسلم اجيال تاريخ. والكل في واحد.